يعني الآن نحن شرحنا الستاتيك مالتيبل ايشو. الستاتيك مالتيبل ايشو لازم الكومبايلر او المبرمج يعمل سكيدجولينج للانستركشنز، يرتب الانستركشنز بحيث اللي ممكن تنفيذهم مع بعض يكونوا مع بعض بايشو باكيت، والسي بي يو بتجيبهم بشكل مستمر. الآن بنحكي عن الدايناميك مالتيبل ايشو، هذول احدث، هذول اقوى، هذول بصرفوا كهرباء اكثر. الاسم الثاني لهم سوبر سكيلر، لانه اذا كان الكمبيوتر البروسيسور القديم بيجيب سكيلر، بيجيب one instruction at a time، السوبر سكيلر بيجيب multiple instructions at a time. سي بي يو كان فيتش multiple instructions، وبالمودرن بروسيسورز الدايناميك multiple ايشيو بتفحصهم وبتقرر how many to issue أو how many to execute. ممكن تلاقي في dependencies فما تنفذ ولا instruction، ممكن تنفذ one instruction أو ثنتين أو أكثر. طبعا بتفحص ال instructions to avoid structural and data hazards. Structural بمعنى أنه ما بصير نبعث للسيم functional unit، مثلا الـ ALU ما بصير أبعث لها two instructions بنفس السايكل، فهي بتنظم الأمور، بتحتفظ بمعلومات عن الـ functional units which functional unit is free، وبتبعث للفري functional units. وطبعا بدها تأخذ بعين الاعتبار الـ data hazards، بمعنى أنها بتراقب الانستركشنز وبتشوف الداتا ديبندنسز بيناتهم، وما بتنفذ ال one instruction الا لما الاوبرانس تاعونها يكونوا جاهزات. طبعا هذا بيريح الهاردوير، انه ما بنحتاج كومبايلر سكيدجولينج. بالستاتيك مالتيبل ايشيو الكومبايلر لازم يصفتهم بايشيو باكيتس حتى يتنفذوا مع بعض، لكن بالدايناميك مالتيبل ايشيو ما في داعي للكومبايلر، مع انه الكومبايلر اذا عمل شغلات مثل مثلا لوب انرولينج اللي درسناه بالمحاضره الماضيه بيساعد وبيحسن الافيلابيليتي اوف اندبندنت انستركشنز حتى ينفذهم مع بعض. فالملخص انه الكود سيمانتكس، صحه الكود مسؤوليه السي بي يو، مش مسؤول يعني مش مسؤوليه الكومبايلر. حتى تو ابريشيت ليش الدايناميك سكيدجولينج كويس، اهم شيء بيعمل الدايناميك سكيدجولينج انه allow the CPU to execute instructions out of order to avoid stalls. يعني خليني تابعوا معي على المثال من المخابز. لنفترض ما في دور كثير، وضع عادي، الناس بتفوت وبتطلع. إذا إجا واحد عند تبعي اللي بيسلمهم الخبز وقال له بدي خبز عادي، بعطيه الخبز العادي متوفر. إجا واحد ثاني بعطيه الخبز العادي. لنفترض إجا واحد طلب خبز أسمر مثلا بعده مش جاهز، بطلع بعد كم دقيقة، بقول له إيش بقول له؟ بقول له ضلك واقف حتى يطلع الخبز ولا بحز على جنب حتى خليني أشوف اللي بعديك. بقول له بحز على جنب حتى أشوف اللي بعديك، اللي بعديك بجوز بده خبز عادي وهذا متوفر، فبحطه على جنب حتى يطلع الخبز الأسمر وبلاطيه. فهاي الفكرة موجودة بالمودرن بروسيسورز، إنه إذا في instruction في instructions محجوزات قاعدين بيستنوا بعض، بضلهم يستنوا، لكن إذا في بعديهم other instructions بنقدر نخدمهم، بنقدر نخدمهم. وهذا مثال. هذا المثال في عندي load، وفي load use scenario، فبالتالي ونحن قاعدين بننفذ الاد قاعد تستنى تنتظر. لكن اذا طلعنا على الانستركشنز اللي بعديها، هاي بتحتاج ريجستر 23 و3، وهذول جاهزات مش راح ينحسبوا بالانستركشنز السابقات. اذا هاي جاهزه، مع انه هاي بتكون ستولد، هاي بتقعد تنتظر. فبالدايناميك مالتيبل ايشيو بينفذ هاي وبينفذ هاي، بعدين لما اللود تجهز بينفذ هاي، ولما
الريجستر هذا يجهز بينفذ الاند ايميديت. هاي الفكره البسيطه راح نشوف كيف بتتنفذ. طبعا نحن يعني حتى ما يصير في خربطه، صح الانستركشنز بتنفذوا اوت اوف اوردر، لكن كوميتنج ذا ريزلتس تو الريجستر فايل هذا بصير ان اوردر، يعني حتى نحافظ على انه القيمه الاخيره هي اللي بنحتفظ فيها في هاردوير، بضمن لنا انه بنخزن النتائج حسب الترتيب الاصلي لهم بالبرنامج. فيعني بتتخزن X31 بعدين X1 بعدين، مع انه هاي بجوز تتنفذ قبل، لكن نتيجتها ما بتتخزن بالريجستر فايل الا بعد ما اللي قبليها يكونوا تخزنوا. هذا تصميم بدي هسه تراقبوا، راح افرجيكم اياه واشرح لكم اياه. هو بروسيسور بيستخدم الدايناميك سكيدجولينج، وراح نشوف انه معالمه مختلفه عن اللي تعودتوا عليه. هاي الرسمه يعني التسلسل فيها بدكم تفهموها من فوق لتحت. التسلسل فيها من الفت للإشيو للإكسكيوت للرايت للكوميت، وراح أشرح المراحل المختلفة. فإذا افهموا إنه الحركة بتتم للإنستركشنز من بالبايبلاين هذا اللي هو في دايناميك سكيدجولينج من فوق لتحت. في يونت بتعمل إنستركشن فيتش أند ديكود، وهذا بيجيب الإنستركشنز إن أوردر، ولما يجيبهم in order بعرف ايش الانستركشن اللي بتعتمد على ايش. فبالمرحله الاولى بنجيب الانستركشنز من الانستركشن ميموري وبنعملهم ديكود، وبنعرف الديبندنسز بيناتهم وبنعرف شو نوعهم. هلا اذا بتلاحظوا تحت، خلينا نفسق شوي، عندنا multiple functional units، في integer ALU units، في floating point unit، في load store unit. هذا عددهم بيعتمد على التصميم، يعني ممكن يكونوا ثنتين، ممكن يكونوا أكثر من 10 في بعض التصاميم. مثلا بالإنتل i7 في 7. فإذا بعض الانستركشنز بتنفذوا هون، بعض الانستركشنز بتنفذوا هون، وبعض الانستركشنز بتنفذوا هون. لكل نوع من الفانكشنال يونتس، لكل نوع من الفانكشنال يونتس في ريزرفيشن ستيشنز، مثل كيو، مثل بفر، بقعدوا الانستركشنز بالريزرفيشن ستيشن حتى حين موعد تنفيذهم، لما يكونوا جاهزات للتنفيذ. وهولد pending operands، يعني لما نعمل issue، لما بعد ما نجيب instruction ونعملها issue، نعرف شو نوعها، بنعمل decode بنعرف شو نوعها، بنبعثها للreservation station حسب نوعها. طبعا لما نبعثها للreservation station في إلها operands، بعض الأوبرانس بكونوا جاهزات وبعض الأوبرانس مش جاهزات. بنبعث بنقرأ من الريجستر فايل، بدك تتخيل إنه في عندك ريجستر فايل، وكل ما نعمل إشيو لإنستركشن بنبعث معاها الأوبرانس تاعونها إذا موجودين. لكن إذا هي بتعتمد على إنستركشن ثانية، معناته ما بنبعث معاها الاوبرنس تاعونها، لكن بنعرف او بنأشر، بنبعث معاها فلاج انها هاي بتعتمد على results راح تطلع من previous instructions. فالانستركشنز بقعدوا بالreservation stations اذا كانت اليونت free، واذا كانت الانستركشن معاها الاوبرنس تاعونها والفانكشنال يونت اللي تحتيها فاضيه بتتنفذ. اما اذا كانت ما تحقق هذول الشرطين، بتقعد تستنى بالريزرفيشن ستيشن.
طبعاً بعض الانستركشنز راح يتنفذوا بالفانكشنال يونتس وبعد فترة بتطلع الريزلتس. في هون هذا الكومون داتا بس بيطلع عليه الريزلتس، وهذا سموه كومون داتا بس لأنه واصل للجهات المختلفة، واصل للكوميت يونت وواصل وبلاخد بطلع من الفانكشنال يونتس إله. لما تجهز نتيجة بتطلع على الكومون داتا بس، وبنفس الوقت results also sent to any waiting reservation station. أي reservation station فيها instruction، هاي الانستركشن قاعد بتستنى هاي الريزلت، لأنه هاي الانستركشن بتعتمد على previous instruction، يعني هي consumer وفي producer سبقتها. يعني في عنا هذا بحل لنا read after write data dependencies. فلما الانستركشن تعمل write، الانستركشن اللي بتستناها بتعمل read، بتعمل read من الكومون داتا بس، وهيك الأمور بتدحل وهيك الأمور بتمشي، لأنه الانستركشن اللي قاعد بتستنى بالreservation station لما اللي قبليها تكتب هي بتأخذ الريزلت وبتصير جاهزة للتنفيذ، وممكن إنها بالنكست سايكل تدخل للإكسكيوت. نحن يعني هذا الموضوع راح أشرحه بشكل وافي، ولقدام شوي راح أعطي أمثلة، بس خليكم معاي، حاولوا إنكم تلقطوا يلي بتلقطوه. حكينا إذن عن الفيتش، منجيب الانستركشنز نعملهم ديكود، بنبعثهم للريزرفيشن ستيشنز مع الريدي اوبرنت تاعونهم، اللي جاهز بصير له اكسكيوت، ولما يخلص اكسكيوشن بكتب الريزلت. هلا الريزلتس بتقعد، نحن قلنا انه لازم نكتب الريزلتس بنفس الترتيب الاصلي تبعهم، فالريزلتس بتنكتب بالكوميت يونت، واخر مرحله الريزلتس بتترحل من الكوميت يونت للريجستر فايل. يعني النتائج النهائيه بتتخزن بالريجستر فايل، لكن مش فورا، بالبدايه بتنحط بالكوميت يونت حتى نتاكد انه ما بنكتب ريزلت تحت الا لما نكون كتبنا الريزلتس لكل الانستركشنز اللي قبلها. طبعا بعض مرات ممكن انه الانستركشن اللي بنعملها ايشيو هي بتحتاج اوبرانس، بتحتاج تو اوبرانس مثلا. هلا يا انهم الاوبرانس تاعونها بكونوا موجودين بالريجستر فايل وبروحوا معاها، او ما بكونوا جاهزين، بتكون تستنى حتى تاخذهم من الكومون داتا بس، أو بكونوا موجودين بالبفر لكن بعدهم ما انكتبوا بريجستر فايل بالكوميت يونت، بس لسه ما انكتبوا بريجستر فايل فبتم قراءتهم. ففي ثلاث مصادر للأوبرانس: الإشي القديم بنلاقيه بالريجستر فايل، الإشي يلي أحدث شوي موجود بالكوميت يونت بس لسه ما وصل للريجستر فايل بقرام الكوميت يونت، والإشي اللي بعده ما طلع لما يطلع باخده من الكومون داتا بس. طبعا حكينا إنه الكوميت يونت reorder buffer for اسمه reorder buffer لأنه بنكتب فيه results حسب ما بطلعوا out of order، لكن هو بعملهم reordering حتى يخزنهم بالregister file بنفس الترتيب الأصلي تبعهم، بنفس الترتيب الأصلي للبرنامج. طيب هذا اللي بدي أشرحه عن هاي الرسمة، لسه في تفاصيل ثانية بتوضحها أكثر، بس إذا في شغلة بدكم تسألوها هسا تفضلوا. الآن أنا استعرضت الموضوع بشكل سريع، إذا ما لقطته ممكن هلأ تلقطه بشرحي للبايبلاين ستيجز،
قلنا انه في فيتش واشيو واكسكيوت ورايت وكوميت. فالفيتش مثل ما تعودتوا انه في عندك انستركشن، في عندك انستركشن ميموري بنعمل منها فيتش، والداتا بتنحط بانستركشن كيو. اوكي هذا جديد، هذا الانستركشن كيو، يعني الفيتش بيشتغل لحاله وبعمل فيتش وبحط الانستركشنز بالانستركشن كيو. الانستركشن كيو ممكن يكون في 10 20 30 100 انتري، بيعتمد على التصميم. فالفيتش يونت مع الـ البرانش بريدكشن بيشتغلوا وبيجيبوا لنا انستركشنز، بتوقعوا انه هذول راح ننفذهم وبحطوا لنا اياهم بالانستركشن كيو. فهيك حتى لو تعطلت الفيتش يونت، الاذر ستيجز بيلاقوا نتائج بالانستركشن كيو. واذا تعطل الايشيو، البروسيسور كان مشغول، بتضل هالفيتش يونت تجيب انستركشنز وتحطهم بالانستركشن كيو. وهذا بفك الارتباط. يعني لو في واحد صار فيه ستول للفيتش، لو الفيتش صار فيه ستول ولا الايشيو صار فيه ستول، الجهه الثانيه بتضلها شغاله. انا بحب اني اشرح اشبه هذا ب يعني تخيلوا اثنين قاعدين بيعملوا سندويشات، بلفوا بحضروا سندويشات، واحد مثلا بيحط العده بالخبزه والثاني بلفها. فاذا كان ما في بيناتهم طاوله، ما في بيناتهم بفر، فلازم اثنين يكونوا، يعني اللي بلف لازم يكون ايده جاهزة حتى لاخذ السندويشة من الاولاني. فاذا واحد تعطل الثاني بقعد بستنى، لكن بالعادة بكون في بيناتهم طاولة مثل الانستركشن كيو الطاولة، واللي بحضر السندويشات بيعبيهم بحطهم على الطاولة، والثاني على راحته بلاخذ منهم وبلفهم. لو واحد تاخر الثاني بلاخذ من لو الثاني تاخر بلاخذ من الطاوله، ولو الثاني انشغل ما في مشكله بيضل يحط على الطاوله. فعدد السندويشات على الطاوله بزيد وبنقص بحسب مين اللي تعطل فيهم. الخطوه الثانيه اللي هي ايشيو، بلاخذ الانستركشن من الانستركشن كيو وببعثهم للريزرفيشن ستيشنز، وفي مثل ما قلنا ماني ريزرفيشن ستيشنز، والايشيو ببعث للريزرفيشن ستيشنز. فالانستركشنز ايشيو فروم انستركشن كيو تو ريزرفيشن ستيشنز ريدنج ريدي اوبرنتس فروم ذا ريجستر فايل. يعني نحن في عندنا ريجستر فايل، واذا الانستركشن كانت جاهزه بنقراها، او الاوبرنس للانستركشن جاهزين بنقراهم وبنبعثهم مع الانستركشن عند الايشيو، بنبعثهم للريزرفيشن ستيشن. الخطوه اللي بعديها اكسكيوت، برضه نحن في عندنا ماني فانكشنال يونتس وعددهم بيعتمد على التصميم، وممكن يكونوا متخصصات، إشي بالفلوتينج بوينت، إشي بالإنتجر، إشي بالميموري. إكسكيوت طبعاً we can execute an instruction when the functional unit is free and the instruction in the reservation station has ready operands. الأوبرانس تعونها جاهزات معها الـ two operands. لما تكون جاهزة بصير لها execute على حسب طبعا على واحدة من ملائمة. فهاي مرحلة الاكسكيوت. المرحلة الثالثة هي ان نكتب الريزلت
write results على الكومون داتا بس. مره ثانيه سميناه كومون داتا بس لانه كل الفانكشنال يونتس بكتبوا عليه، والريزلت بتروح للريوردر بفر وبتروح لكل ال write result from the functional unit through the common data bus to reorder buffer and reservation stations. يعني reservation stations اللي فيهم instructions بيستنوا this result بلاخدوا الريزلت لما تطلع على الكومون داتا بس. واخر مرحله هي الكوميت. طبعا النتائج بتصير تتخزن بالريوردر بفر، وممكن يوصلوا مش بالترتيب الاصلي تبعهم، لكن هي بتعمل الكوميت، بتبعث الريزلت على الريجستر فايل بالترتيب الاصلي تبعهم. commit results in order from the order buffer to register file and memory. يعني في راح نحكي طبعا مش دائما نحن بنكتب بالريجستر فايل، الستور بكتبه بالميموري. فهذا بنعمل باخر مرحله، بمرحله الكوميت، حتى نضمن انه الريزلتس قاعد بتنكتب بالريجستر فايل او الميموري بالترتيب الاصلي تبعهم. اوكي، هذا بيشرح لنا عن يعني المراحل الرئيسيه اللي بتمر فيها ALU والبرانش انستركشنز. هم fetch issue execute write commit. لكن في load والstore هدول بمروا بمراحل شوي مختلفه. فمثلا اللود بمر بمراحل الفيتش ايشو مثل هذول، لكن بدال الاكسكيوت انا بسميها ادرس كالكوليشن، لانه بالاكسكيوت بتم حساب الادرس، بعدين ميموري اكسس، وهي ما رسمتها هون، لكن هي بنحتاج نحن خطوتين حتى ننفذ الميموري اللود انستركشن، نحسب الادرس اند وي نيد تو اكسس الميموري. بعد هيك اللودد فاليو اللي اجت من الميموري بصير لها رايت باك على الكوموند داتا بس وعلى الريوردر بفر، بعدين بنعمل كوميت. اما بالنسبه للستورز، الستورز بتنفذوا بطريقه مختلفه. نحن ما من بالكوميت بنكتب بالميموري، فالستور فيها اربع خطوات: fetch issue address calculation، وبالكوميت بنكتب بالميموري، لانه ما بنجيب شيء من الميموري ما في رايت باك. طيب هذا بدون امثله لحد الان، لكن انا هيك شرحت الدايناميك ايشيو بروسيسر بشكل كامل. في اي اسئله؟ خلينا ناخذ مثال، وهسه بدي خلينا ناخذ آلاء. شفتك اجيتي اليوم، سامعتني آلاء؟ آلاء؟ لا حنون. لا آلاء الجعبة. حنون اللي حكيت معها من الصبح. آلاء الجعبة موجودة؟ دكتور عين. طيب يا آلاء خليكي معي، خليكي فاتحة الميكروفون. تمام. هلا نحن هذا الشرح اللي شرحته هو لا بدي افترض انه البروسيسر دايناميك سكيدجولينج، لكن بعمل single issue، يعني بيجيب one instruction at a time. ف يعني بقدر بس يجيب one instruction. طيب بتذكر ايش المراحل اللي راح يمر فيها؟ هل بعد الفتش
طبعا قبل اشرح لك يا آلاء الوضع، يعني نحن في عندنا اربع instructions، الثانيه بتعتمد على الاولى لكن الثالثه ما بتعتمد عليهم، والرابعه بتعتمد على الثالثه. جميل. هلا نحن بنحكي دايناميك سكيجولينج، بعد الفيتش في ديكود ولا ايش فيه؟ بلا في ديكود. لا ما في ديكود، بنسميها ايشيو. تمام خلاص. بالايشيو نحن بنبعث الانستركشن والريدي اوبرنت تاعونها اللي هم هذول، بنبعثهم للريزرفيشن ستيشن. فبدك تتخيلي انه الانستركشن هاي صارت الان بالفتش، صارت بالكيو، وبنهايه الريزرفيشن ستيشن، بنهايه الايشيو صارت بالريزرفيشن ستيشن. بعد هيك شو بنعمل لللود؟ رح اعمل ادرس كالكوليشن. بنعمل ادرس كالكوليشن، بنجمع محتويات اكس 21 مع 20. بعد ادرس كالكوليشن شو بنعمل؟ ميموري. وي اكسس ذا ميموري حتى نقرا من الميموري. بعد ما نقرا من الميموري رايت، رح اكتب الريزلت. على فرض اجتنا الداتا من الميموري، بنعمل رايت بتطلع الريزلت على الكومن داتا بس. اوكي. بعد هيك كومنت. بعد هيك كومنت. طيب هاي بالنسبه للانستركشن الاولى. الاء حنون انت متابعه معنا صح ولا لا؟ متابعه دكتور. افتحي التليفون الميكروفون تبعك وخليه مفتوح. اوكي. بالنسبه للانستركشن الثانيه متى بنقدر نجيب لها فيتش؟ لانه هذا سنجل ايشو. السايكل الاولى لا، سنجل ايشو بيقدر يجيب وان انستركشن، ف بقدر نعمل فيتش. راح بعد شوي راح نشوف تصاميم بنقدر نعمل مالتيبل ايشيو، فيتش وايشيو اكسكيوت مالتيبل انستركشنز، لكن هون هذا بيعمل فيتش بالانستركشن الثانيه لانه هذا مره ثانيه سنجل ايشيو. صح دايناميك اكسكيوشن لكن سنجل ايشيو بقدر يجيب وان انستركشن بيعمل. وهاي التصاميم كانت موجوده من ستينات القرن الماضي، من قبل اكثر من 50 سنة 60 سنة. بعد الإيش، بعد الفتش إيش بصير؟ رح يصير إيشيو. هل منقدر نعمل إكسكيوت بالسايكل الرابعة؟ لا لسه، لأنه we need to access the memory وبعدين we need to write the result، فما بنقدر نعمل هون execute. بأي سايكل بنقدر نعمل execute؟ الخامسة أو السادسة؟ السادسة، يعني بعد ما تنكتب الريزلت على الكومون داتا بس بالسايكل الخامسة بيصير الآدي اللي بتستنى بالريزرفيشن ستيشن بتاخد محتويات 31، وبالتالي بتقدر إنها تدخل للإكسكيوت بالسايكل السادسة، لانه هاي كتبت لها، هاي كتبت على الكومن داتا بس وصل للريزرفيشن ستيشن تاعت الاد، وبالتالي الاد بتقدر بالسايكل السادسه تدخل للاكسكيوت. وبعد هيك بالسابعه شو بصير؟ بصير رايت. وبعد الرايت كومنت. ممتاز، شكرا يا الاء. ريم اسعد سامعيني؟ نعم يا ريم سامعتك. اوكي. بالنسبه للسبتراكت هاي ما بتعتمد على اللي فوقيها، متى بنقدر نجيبها؟ السايكل 3. نعم، لانه يعني نحن بكل سايكل بنقدر نجيب واحده، بيشبه الفايف ستيج بايب لاين اللي درسناه بالسابق، لكن من جوا في اختلافات. بالسايكل الرابعه شو بصير؟ شو اسمه الاشيو. هل بنقدر بالسايكل الخامسة نعمل execute؟
بنقدر آه لأنه ما في إشي بتعتمد عليه. صح صحيح، لأنه نحن أصلاً إكس 23 و3 هذول جاهزين موجودين بالريجستر فايل، فلما نعملها إشيو بيجي معاها، بنبعث معاها، بنقرأ من الريجستر فايل محتويات 3X 23 ومحتويات X 3 وبتصير جاهزة. طب بما أنه هي موجودة بالريزرفيشن ستيشن وأخذت اللي بدها إياه، بالسايكل الخامسة شو بصير لها؟ execute وبعد هيك write. طب متى بنقدر نعملها commit؟ بالسابعة ولا الثامنة ولا التاسعة؟ التاسعة ممكن. التاسعة، لأنه ما بنقدر نعملها commit هون أو هون إلا لما اللي قبليها يكون صار لها commit، فبنقدر نعملها commit بعد ما اللي قبليها صار لها commit حتى نضمن إنه يتخزن بالريجستر فايل X31 بعدين X1 بعدين X23. طيب شكرا يا ريم. أحمد العتوم موجود؟ أحمد طيب مين بده يشارك؟ ولا واحد رفع ايده؟ اخلاص كيف حالك؟ سامعيتني يا اخلاص؟ نعم دكتور. جاهزة؟ اه. الانستركشن الاخيرة متى بنجيبها؟ بالسايكل الرابع رح نعملها فيتش. اوكي. متى بنعملها ايشيو؟ بالخامسة. بعد هيك بنقدر ننفذها بالسايكل السادسة؟ لا. متى بنقدر ننفذها؟ سايكل السابعة. السابعة، لأنه هاي في داتا ديبندنسي بينها وبين اللي قبليها، بالسايكل السادسة السبتراكت بتكتب الريزلت بتوصل للريزرفيشن ستيشن، فهاي بتصير جاهزة فبتقدر تدخل على الإكسكيوت بالسايكل السابعة. ومتى بنعملها كوميت؟ بالسايكل العاشرة. بالسايكل العاشرة، لأنه لا ما بنقدر نعملها كوميت إلا اللي ما قبليها تساوي كوميت. لاحظوا أنه نحن في عنا in order issue، يعني بنعملهم issue بالترتيب الأصلي تبعهم، و in order commit الكوميت بالترتيب الأصلي، ما واحدة بيصير لها كوميت قبل يلي قبليها، لكن الإكسكيوت يعني هاي مثلاً صار لها إكسكيوت قبل هاي، في out of order execution الجاهز بتنفذ. طيب الـ reservation stations هم ميموريز بيحملوا operands، يعني بنبعث عليهم الانستركشن، يعني اي reservation station بدك تفكر فيها انها ريجستر كبير في الاوب كود للانستركشن، وفي الاوبراند الاولاني والاوبراند الثاني اذا كانوا جاهزين. اذا ما كانوا جاهزين بكون في عنا فلاج يقولنا هاي الانستركشن من او هذا الاوبراند من اي انستركشن راح يجينا، حتى نضلنا نستنى وبس يطلع ناخذه. الريزرفيشن ستيشنز اند ريوردر بفر افكتيفلي بروفايد ريجستر رينيمينج، وراح نشوف كيف. بجوز افضل اني افرجيكم المثال. اوكي خلينا نحكي بالبدايه عن احنا سبق وهيك بشكل سريع
شرحنا عن إنه في أنواع أخرى للديبندنسز غير الريد أفتر رايت يلي هو ترو داتا ديبندنس. لكن في أمور ثانية حليناها بالريجستر نيمينج إذا بتتذكروا، يعني لما عملنا unrolling غيرنا أسماء الريجسترز حتى نشيل النيم ديبندنس والأوتبوت ديبندنس بيناتهم. هاي السلايد بتوضح لنا إياهم بأمثلة. النيم ديبندنس إنه يكون عندنا عملية رايت after read، عملية رايت after read، يعني هاي بتقرأ وهاي بتكتب. فبالفايف ستيج بايبلاين لما نكون ننفذهم in order ما في مشكلة، يعني لأنه هاي بتقرأ بالديكود ستيج وهاي بتكتب بالرايت باك ستيج، فهاي بتقرأ بوقت بكير وهاي بتكتب بوقت متأخر، فما بصير ما بيخربوا على بعض. هذا اسمه read after write dependence أو name dependence، لأنه في النيم تبع هاي هو مثل النيم تبع هاي. طبعا هذا name dependence يعني ببساطة أنت بتحله لو هذا النيم غيرته. فمثلا لو استخدمت X6، لو اللود جابت لها X6 بطلت في علاقة بينها وبين الـ add. إيش الخوف؟ لما يصير في عنا out of order execution، لما يصير في عنا out of order execution نحن منخاف إنه اللود تكتب قبل الاد، تتنفذ out of order وتكتب قبل الاد، وإذا كتبت قبل الاد X5 للاد بكون تغير. هي لازم الاد تأخذ X5 القديم، لكن إذا صار في out of order execution وما ضبطنا الأمور واللود كتبت بX5 والآد أخذت القيمة الجديدة، هون بصير عندنا مشكلة. راح أفرجيكم كيف هذا بنحل كيف بنحل بوجود reservation stations. الآن هون في عندنا نفس المثال، في هذا هو ال read after write، عفوا write after read. سمية موجودة؟ منال موجودة؟ روحية موجودة؟ صالح موجود؟ أفنان موجودة؟ موجودة دكتور. طيب خليكي معي يا أفنان. يا أفنان، في عندنا multiply، وهاي الملتيبلاي بتاخذ وقت طويل. خلينا نفترض انها بتحتاج 3 cycles بالاكسكيوت، تمام. ونحن عندنا تريبل ايشيو. لما نقول بروسيسور تريبل ايشيو معناته اي ستيج بتقدر تعمل 3 things. بتقدر الفيتش بيقدر يجيب 3 instructions، الايشيو بيقدر يعمل ايشيو ل 3 instructions، الاكسكيوت بجوز 3 او اكثر، بالرايت باك بنقدر اذا في ريزلتس جاهزه بنقدر نعمل رايت ل3، والكوميت بنقدر نعمل كوميت ل3. اوكي، فهلا نحن في عندنا مالتيبل ايشيو دايناميك اكسكيوشن. اذا جبنا الاولى بالانستركشن الاولى، متى بنجيب الثانيه والثالثه؟ باي سايكل؟ كمان بنقدر بالاولى. نعم، لانه هذا مالتيبل ايشيو، عنده قدره انه يجيب مالتيبل انستركشنز، عنده قدره انه يجيب 3.
بالسايكل الثانية كم واحدة منهم بعملها أشياء؟ الأولى والثانية ويمكن كمان الثالثة. بعمل أشياء للثلاث، يعني هو بعمل أشياء للإنستركشن بغض النظر نتائجها جاهزة ولا مش جاهزة. الأوبرانز الجاهزين ببعثهم للريزيرفيشن ستيشن، يلي مش جاهزين ببعث فلاج معاهم على إيش بيعتمدوا. خلينا نركز هلا على واحدة واحدة. الملتيبلاي جاهزين اول انستركشن، ف x2 x3 جاهزين، بدها تدخل متى بتدخل للاكسكيوت باي سايكل؟ 3. كم سايكل راح تقعد بالاكسكيوت؟ 3 سايكلز. مثل ما حكينا قبل شوي هيك المواصفات تاعتها، بتقعد لانها طويله صعبه بتاخذ 3 سايكلز حتى تخلصها. بالسايكل السادسة شو بصير؟ بصير الرايت باك. ومتى بنقدر نعملها كوميت؟ بالسابعة. بالسابعة هيك نكون خلصنا هاي الانستركشن. هلا الانستركشن اللي بعديها بتعتمد عليها في read after write، والرايتنج الريزلت بتم بالسادسة، فمتى بنقدر نبلش execute للآد؟ بالسابعة. بالسابعة صحيح، فهي بدها تقعد تستنى حتى نعطيها الـ X1، القيمة اللي بدها تروح لـ X1 بتأخذها وهي بالـ Reservation Station بتصير جاهزة. بعد هيك شو بصير لها؟ Right back بعدين Commit. حلو. هلأ بالنسبة للload، load X21 جاهز وهاي Immediate Value، متى بنقدر نعمل Address Calculation؟ بس بعد لما الاد قبليها تنجز صح؟ ليش؟ يعني عشان مش بيعتمدوا الريجسترز على بعض؟ لا X21 ما بيعتمد على اللي قبل. الميموري اكسس. نحن قاعدين بنحكي عن كالكوليتنج ذا ادرس، ان نجمع محتويات X21 مع 16. اذا بنجيبها بالثالثة. بالثالثة. طيب في شيء يمنعنا ان بما انه الادرس جاهز، في شيء يمنعنا ان نعمل ميموري اكسس؟ يعني ممكن انه بيعتمدوا الريجسترين على بعض. لا هلا شوفي، لما عملنا اشيو للانستركشن الثانيه أخذت معها X1 مش جاهز، لكن أخذت معها محتويات X5. أخذت معها محتويات X5. X1 مش جاهزة لهون، يعني هي معها محتويات X5 موجودين بالريزرفيشن ستيشن، نحن بطلنا بحاجة لل X5 لأنه يلي بده X5 أخده لل Reservation Station، وبالسايكل السادسة هي بتأخذ X1. لكن فبشان هيك، لأنه في عنا Reservation Station واللي بده X5 أخده لل Reservation Station تاعته، نعملها بالسايكل الرابعة. هاي الانستركشن بتقدر تعمل Memory Access وبتقدر تعمل Write. تقدر تعمل رايت، لأنه الرايت تاعتها ما بتأثر على اللي قبليها، لأنه اللي قبليها أخذت القيمة القديمة بالسايكل الثانية لـ X5. طيب متى هاي بنقدر نعملها كومنت؟ بالتاسعة. يا سلام عليكي، بالتاسعة، لأنه هذا البروسيسور تريبل إيشيو بقدر لعمل، بما أنها هي خلصت وهاي خلصت، فلما نوصل للسايكل التاسعة في عنده تو ريزلتس جاهزات انه نعملهم كوميت، فبعملهم كوميت بالسايكل التاسعة. اوكي، هذا مثال. شكرا يا افنان. الان النوع الثاني من الداتا ديبندنسز يلي هو الاوتورد ديبندنس او رايت افتر رايت ديبندنس، يعني في تو انستركشنز output تبعهم هو نفس الريجستر.
طبعا نحن ايش خوفنا؟ خوفنا مرة ثانية انه هاي الانستركشن يلي بتكتب على X1 خايفين انها تتأخر او تسبق بالكتابة وتكتب قبل الملتبلاي، وبالتالي لأنه الملتبلاي بطيئة وهاي أسرع منها، ممكن إنه بدناش اللود تخزن قبل الـ X1 بعدين الـ X1 تخزن، لأنه إذا الـ X1 خزنت بعد اللود بصفي بالـ X1 القيمة القديمة مش القيمة الجديدة. طبعا هذا حله مرة ثانية بالريجستر رينيمينج إذا بدنا نعمله بالسوفتوير، بدال X1 هو مرة ثانية يستخدم X6 بطلوا إلهم علاقة الانستركشن الثالثة مع اللي قبلها. خلينا نشوف هذا كيف بتنفذ بالبايبلاين. مين جاهز يحكي معي؟ محمد أي واحد فيهم؟ محمد غسان إيش؟ يوسف. محمد غسان يوسف. أوكي يا محمد، خلي التليفون تاعك فاتح، خلي الميكروفون فاتح. مرة ثانية نحن قاعدين بنحكي في عنا triple issue وفي auto dependence بين هاي وبين هاي. هذا auto dependence أو right after right dependence. triple issue متى بنقدر نعملهم fetch هذول الثلاث؟ بالسايكل الأولى. بالسايكل الأولى. ومتى بنقدر نعملهم issue؟ بالسايكل الثاني. الثلاث صح؟ لأنه مزبوط. هاي مواصفات البروسيسور تريبل إيشيو. مرة ثانية أنا بدي أفترض إنه الملتبلاي بحتاج ثلاثة بالإكسيكيوت. إيش بصير للملتبلاي بدءا من السايكل الثالثة؟ أسا 3 و 4 و 5 بكون كلهم بحالة الإكسيكيوت، مرحلة الإكسيكيوت. أوكي. وبعدين عندنا الرايت بعدين الكوميت. جميل. هلا الانستركشن الثانيه بتعتمد عليها، متى الانستركشن الثانيه بنقدر نعملها اكسكيوت؟ على السايكل السابعه. على السايكل السابعه مثل المثال السابق، لانه هون بتنحسب النتيجه، هو بكون جاي معاها اكس 4 لكن X1 متجهز، فلما ينكتب X1 بصيرها عندها X1 و X4 فبتقدر إنها تدخل للإكسيكيوت. دكتور أظني X5 مش X4 صح؟ لا هون X4 بتكون محا بالإشيو X4؟ آه لأنه عفوا X5. شكرا X5 مثل المثال السابق فهي معها X5 وأخذت X1. بعد الإكسكيوت شو بصير لها؟ تعمل رايت باك بعدين الكوميت. بعدين الكوميت. جميل. هسا بالنسبة للود X 21 و 16 جاهزات ما بيعتمدوا على شيء سابق، فايش بصير لها بالسايكل الثالثه؟ الادرس كالكوليشن. بعد الادرس كالكوليشن على الميموري عشان ناخذ المحتويات، بعدين على الرايت باك. ماشي ماشي. هلا هاي لما كتبت وهاي لما كتبت، وين كتبت؟ بالريجستر كتبت، بالريجستر فايل كتبت، ولا كتبت بالريوردر بفر؟ بالريوردر بفر. كتبت بالريوردر بفر يعني، وهاي برضه هاي كتبت بالريوردر بفر مش بالريجستر فايل. اوكي مزبوط. متى بنعمل لها هاي كوميت؟ على السايكل التاسع. هلا لما نعملها كوميت
بكون اكس 1 انكتب في نتيجه القديمه مظبوط اكس 1 وهون تكتب القيمه الجديده. يعني الكتابه على الريجستر فايل ما بتتم بس عند الدبليو، بتتم بالكوميت، والكوميت لانه بصير ان اوردر حتى لو كان في اوت اوف اوردر اكزكيوشن وفي رايت افتر رايت ديبندنس اكس 1 يعني اخر اكس 1 من جيبها هي اللي بتوصل لل وبتتخزن بالريجستر فايل. في اسئله يا شباب ويا صبايا؟ بالمحاضره الماضيه بالمحاضرة القادمة إن شاء الله راح أشرح أمور أخرى إلها علاقة بالتريبل إيشيو إذا أو بالديناميك مالتيبل إيشيو. فإذا في أسئلة بجاوبها، إذا ما في أسئلة إلى اللقاء يوم الثلاثاء.